السؤال ده هسأله الكابتن طه، يعني كنت هبتدي بالكابتن طه، بس الأول أسأل حضرتك توقعاتك للمباراة. عارف دايما السؤال ده مع الكابتن طه يعني ايه بيبقى تقيل شوية. لا هي بكل المعطيات مباراة قوية هنستمتع بيها. هي في نقطة بس بعيد عن الفنيات شوية، هي حال المباراة ايه او حال الفريقين في هذا التوقيت ايه. يمكن الكفة بتميل من الناحية المعنوية والنفسية لصالح النادي الاهلي اللي جاي من مباراة فايز على الرجاء، معنويات عالية، متصدر الدوري المصري، حالة استقرار فنية وادارية الحقيقة عالية جدا ومعنويات عالية. تعال في المقابل هنشوف بيراميدز خارج من الكونفدرالية، راجع من السفر بلغوه انه هيسافر تاني، كل ده اجهاد طبعا، وهيلعب مباراة. المشكلة بقى كبسيف هنا تفكير المدرب، ويمكن الدكتور طه هيتكلم في النقطة دي اكتر مني. انت بتعد فرقتك قبل المباراة بثلاث ايام، كان هيلعب النهاردة نادي الاتحاد السكندري في الدوري، حتى لو خسر حتى لو تعادل يقدر يعوض، لكن نقلت فكر المدرب لحاجة تانية خالص. وهنا انت بتتكلم على مباراة واحدة تعتبر مباراة كؤوس، يا تخسر يا تكسب، ما فيهاش تعويض. هنا المدرب بيبقى في حالة ارتباك الحقيقة، واللعيبة نفس الحكاية. انت مجهز حاجة في الدوري، النهاردة بتتكلم على مباراة كاس، يا تاخد بيها بطولة يا تخرج. اذا التهيئة النفسية وحتى الشغل الفني للمدرب بيبقى محضر، هيلاعب الاتحاد هيدافع ازاي، هيهاجم ازاي، وهكذا. فهنا الفكر بيتنقل 180 درجة، كل ده لصالح النادي الاهلي. هي نقطة واحدة في صالح بيراميدز الحقيقة، زي ما قال الكابتن عماد هيلعب من غير ضغوط، وهنا بتبقى مغامرة. يا بيقدم مباراة قوية جدا وممكن يفوز، يا اما بيخسر. وهنا ما اعتقدش الإدارة تقدر تلوم على الإطلاق المدير الفني او اللاعبين.